بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى، والمباراة الثانية ما بين الفريق المغربي والفريق المصري مدرسة سوادة الإعدادية، واللي كسبت امبارح في لقاء قدام مدرسة المدرسة الليبية بهدفين في أول المباريات. امبارح كان مدرسة سوادة ومدرسة الخليل تريبولي، ونجح الفريق المصري انه يفوز 2-0. الفريق المصري طبعا بزيه الاحمر، والفريق المغربي بزيه كخمسه. الفريق المصري كسب خمسه، الفريق المصري اللي كسب خمسه في لقاء امبارح. انطلقت احداث المباراه، الفريق المصري بالزي الاحمر، والفريق المغربي ادي واحدة مصرية من ناحية الشمال، وكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وأول كرة إنما بالراس بره. أول كرة تتلعب بالراس للفريق المصري. أدي الكرة الرأسية إنما تطلع إلى خارج الملعب، وأول كرة من نمرة 9 محمد السيد. و فريق البنات هو اللي كسب خمسة، وفريق البنين هو اللي كسب اتنين. يبقى كده مظبوط، فريق البنات هو اللي كسب خمسة أمام المدرسة الليبية، المدرسة المصرية امبارح مدرسة مجد الصرفي خمسة، ومدرسة سوادة كسبت اتنين، والنهاردة أمام الفريق المغربي في تاني المباريات. زي ما قلت لحضراتكم البطولة مدرسة محمد المغراوي المغربية، وزي ما قلت لحضراتكم البطولة من يوم 7 ليوم 12، وادي الحضور من الأهالي طبعا والأصدقاء والمحبين للفريق المصري. رامي التماس حماس كبير زي ما قلت لحضراتكم، وادي واحدة من نمرة 4 محمد هشام، ترجع تاني مصرية عند نمرة 9 محمد السيد. شكله لعيب كويس محمد. مدرسة سوادة في قرية سوادة بفاقوس محافظة الشرقية، محافظة الشرقية كلها طبعا زي ما انا بتابع الاولاد دول. وواحدة طويلة محمد فؤاد يغطي بشكل كويس قوي، اوه اتزحلق معلش، والحتة دي شكلها فيها ميه زيادة. وادي واحدة ملعوبة انما يرجع على طول عبد الفتاح، و يطلعها عيد عبد الفتاح اللي طلع الكرة اللي فاتت نمرة 10، رجع وغطى كويس قوي. وادي الكرة اللي اصطدمت بالحكم، عند نمرة 9 محمد السيد، يلعبها لنمرة 7 محمد جمال، وتطلع الكرة إلى خارج الملعب. لعبوا كويس برضو مدرسة عوادة الحقيقة، لعبوا كويس، عندهم حركية كبيرة في أرض الملعب. محمد عادل نمرة 14، محمد عاطف نمرة 15، وحسين محمد نمرة 11، ومحمد بدوي نمرة 20، محمد فؤاد نمرة 25، محمد محسن نمرة 8، محمد جمال نمرة 7، وعمرو شلبي نمرة 3، محمد هشام نمرة 4، وأحمد محمود. وادي كرة بينية في العمق إنما على طول عند الحارس المغربي، حارس مدرسة محمد مغراوي من المغرب.
محمد شكني الحارس، حمزة خلابي نمرة 2، حسام صباغي نمرة 3، يحيى مزيان نمرة 4. دي واحدة للفريق المصري، إنما تتخطف الكورة وتروح لنمرة 10 إلياس، يقع على الأرض إلياس خلوطة وتتحسب فاول للفريق المصري. لسه بيوقف إلياس وبيحضن على كورته، يخش على طول محمد السيد ويرجعها للفريق المغربي بفاول. صلاح الدين البحري نمرة 5 صلاح، وادي كورة طويلة انما تروح لحارس مرمى الفريق المصري. هذه واحدة مصرية لكن تطول من نمرة 7 احمد جمال وتطلع الكورة الى خارج الملعب. لسه الكرات متبادلة بين الفريقين. ده تغيير مبكر قوي. شوف التشجيع من الأهالي الموجودة في المدرجات. أدي واحدة عاطف محاولة تاني داخل منطقة الجزاء، دخل في الزحمة إنما حاول فيها وخرجت الكورة إلى خارج الملعب. خرجت الكورة إلى خارج الملعب. محمد السيد، محمد السيد عايز يلعبها بسرعة إنما تتحط داخل المنطقة وترجع تاني، وتسديدة قوية. جول جول يا ابني يا لعيب، جول حطها ببطن رجله قوية جدا في منتصف المرمى تماما، ويتقدم فريق مدرسة سوادة الإعدادية بهدف. يتقدم بهدف، اتلعبت الركنية من محمد السيد في الوسط، دربكة ما بين محمد جمال ومحسن، يقابلها على طول نمرة 10 عيد عبد الفتاح. جامدة عيد في منتصف المرمى تماما و ما يلحقهاش حارس المرمى المغربي ويتقدم الفريق المصري. جامدة على محمد شكان، حماس كبير وأداء قوي الحقيقة من لاعيبة مدرسة سوادة الحقيقة. يعني ادي كعبين مغربيين، انما ترجع الكرة مرة تاني لنمرة 9 محمد السيد، يحطها وتسديدة قوية جدا، ولكن على طول ابعاد من حارس المرمى، ابعاد من حارس المرمى في الكرة اللي فاتت. سوادة تتقدم بهدف. هذه الكرة اللي فاتت من داخل منطقة الجزاء، تسديدة وعلى طول الحارس المرمى المغربي يحط ايده و سامعين الاهالي في المدرجات اهم 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 المصريين اهم يا جماعة. المباريات حتى ولو في دوري المدارس، حتى ولو في دوري المدارس. ادي الكرة الطويلة ولكن على طول الدفاع يطلعها. نمرة 24 كابتن التيم مش جاي لنا اسمه للأسف، الولد ده شكله لعيب كويس، شكله لعيب كويس. يحضن على الكرة يحيى مزيان ويسيبها لشكاني حارس المرمى المغربي، استحواذ على الكرة واتنين على اتنين، وتروح على طول لإلياس. إلياس يشوط واحدة انما يمسكها على طول، يمسكها على طول حارس المرمى. اسمك ايه يا ولدي؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ شوف التراي معمول ازاي ونازل على الارض بهدوء شديد وماسك الكرة. عندنا لعيبة كرة يا جماعة، عندنا لعيبة كرة. مدرسة سوادة تتقدم بهدف، لكن مدرسة محمد المغراوي حتى الآن برضو موجودة في الجيم. وادي واحدة ويطلع على طول. عجبني الجول، عجبني حارس المرمى، عجبني حارس المرمى. من ناحية اليمين سوادة، حسين ماشي حسين وياخد فاول، ياخد فاول، قطع مسافة كبيرة بالكورة حسين نمرة 11، حسين محمد.
نمرة 11. قدم اليسرى يا حسين، يا ترى مثلك الأعلى مين؟ يا ترى بتحب مين في لعيبة الكرة المصرية؟ صلاح طبعا، صلاح، مدرسة سوادة، حسين نمرة 11. عندك كرة حسين، القصير المكير نمرة 11. ادي واحدة من بعيد، حلوة حسين، حلوة حسين، حلوة حسين، وادي واحدة جول. يا سلام يا سلام يا سلام، نمرة 21 برضو مش معانا اسمه للأسف، برضو مش معانا اسمه للأسف، نمرة 21، انما حطها حلو الولد بشماله، سواء كان حسين شاط الفاول او الله. شوف كرنفال، كرنفال، افرح باخواتك باصحابك شوف حسين عمل ايه. حلو يا حسين، حلو يا حسين من بعيد، حطها حلو قوي، خبطت في القايم، ردت لنمره 21، حطها قويه جدا جدا، ومدرسه سواده المصريه تتقدم بهدفين في اول ربع ساعه، او ربع ساعه ايه، اول خمس دقائق يمكن. نعرف لحضراتكم كل وقت بالظبط. شوف الـ طبعا دول الاهالي، فدي 11 او ربع ساعه، ما اختلفناش. اتنين لمصلحه الفريق المصري، مدرسه سواد ورا خالص، الحاجات دي ملهاش لازمه يا كابتن التيم، يا نمره 24. عند رقم 10 عيد عبد الفتاح، يلعب واحدة طويلة ويغطي صلاح الدين البحري، ولكن تتقطع الكرة وترجع للحارس شكاني اللي بيلعب على طول في وسط الملعب، يردها الولاد، الولاد شوف 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 الولاد، شوف الولاد بتوع مدرسة سوادة بيعملوا ايه، خش اهو تمويه وعايز يعدي، انما يقف عليها يحطها لحسين، علم حسين ده، نمرة 11 بالفاول اللي شاطه. مدي على مصطفى فتحي الزمالك، كان وليد سليمان شويه برضو في النادي الاهلي، حسين يمكن ده يكون مثله الاعلى، اتعلم منهم يا حسين، اتفرج على وليد وكرات وليد، اتفرج على مصطفى ومهاراته، اتفرج على ايمن في الزمالك، ايمن حفني قدم اليسرى، شيكابالا، صلاح في النادي الاهلي، شوف علي، شوف زي ما قلت لك وليد نجم، نجم كبير جدا. وادي لمسة يد وضرب الجزاء، ضرب الجزاء للفريق المصري، فريق مدرسة سوادة. فريق مدرسة محمد المغراوي من المغرب، مخضوض مخضوض، ده في لمستين يد، لمسة يد على نمرة 8 مروان، وبعد كده لمسة يد في ايد يحيى مزيان نمرة 4، وضربة جزاء للفريق المصري اللي هيشوطها حسين، حسين وشكاني، شكاني، حسين داخل، حسين جول يا حسين، حطها حلوة الولد ده، لعيب يا جماعة، الولد ده لعيب، حسين يحط الجول الثالث في ربع ساعة، فرحان حسين. اتفرج يا حسين على نجوم الكرة المصرية أصحاب القدم اليسرى، اتفرج يا حسين واتعلم منهم، شوف ابو صلاح بيعمل ايه مع ليفربول، هو شويه شويه يدي وليد سليمان او مصطفى فتحي، صلاح طبعا. عند نمره 4 محمد هشام، الفريق المصري متفوق 3، كرة عندنا في مصر مرحلة بناء الشخصية والتكوين والأحلام في الكرة المصرية، ودي واحدة خطيرة جدا للفريق المصري، إنما ترجع لحدود المنطقة يفكر يشوط، إنما تتخطف منه وترجع تاني لنمرة 9 عايز يشوط، إنما برضو تخبط. محمد السيد اللي كان عايز يشوط الكرة اللي فاتت،
ادي كابتن التيم المدافع، سلامات لأنس ضيفي مدافع نمرة 24 مدافع الفريق المصري. وقع لاعب من مدرسة محمد المغراوي المغربية، وأنيس اتخبط أنيس. أثناء لعب الكرة ألف سلامة عليك يا أنيس. المنافسة في مواجهات البنين هتكون بين الفريق التونسي هدي عيادي صفاقس ومدرسة سواد. من خلال يعني أول فترة في الشوط باين إن الولاد بتوع مدرسة سوادة عندهم كرة كويسة الحقيقة. محمد السيد وحسين والحارس كويس قوي، لكن مش متوفر لينا اسمه نحاول نجيبه. وكمان عاجبني شوف شوف نمرة 9 محمد السيد ده كويس قوي، يلعب واحدة طويلة لقدام وتسديدة قوية، إنما بره. محمد جمال اللي شاط الكرة اللي فاتت أحلى جيمي. زي ما قلت لحضراتكم أجمل مراحل كرة القدم، أجمل مراحل لكل منا ذكريات في المرحلة دي، بداية اختبارات الأندية الكبيرة والأندية الجماهيرية بالنسبة لسكان المحافظات، وفترة الاختبارات والاستمارة سحب الاستمارة واختبارات الناشئين. وما أدراك ليلة اختبارات الناشئين دي، يعني الناشئ لو إمكانياته مثلا 10، يعني نحسبها من 10 نقول إمكانياته 8 من 10 7 من 10 أيا كانت إمكانياته، تقل 2 3 لأنه في ليلة الاختبارات ما بينامش. وأدي حسين إنما يطلعها صلاح الدين من الدفاع المغربي، حسين يموه كويس قوي، حسين ويعدي حسين ويعدي حسين، شغل وليد سليمان ده. حسين اتفرج يا حسين على كابتن وليد سليمان، تعلم من كابتن وليد سليمان. شوف الحاضرين في المدرجات من الاهالي طبعا بيقولوا شرقيه وبيقولوا سواده وبيقولوا فاقوس، حقهم طبعا اهلنا وحبايبنا. في بطوله بتستضيفها ام الدنيا في فترة احتقوا يا جمال، حلوة حلوة، جول 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 جول، حلوة قوي. محمد السيد عدى من ناحية اليمين كويس قوي. هنا الهدف اللي سجله نمرة 7 محمد جمال، لكن محمد السيد الحقيقة توغل كويس جدا 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 جدا. 4-0 اهو. شوف شوف محمد السيد نمرة 9 دخل كويس قوي 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 وعايز يحطها، انما الكورة تروح لجمال، تبقى في بقك وتقسم لغيرك يا محمد يا سيد. انما عمل مجهود كبير الحقيقه الولد محمد السيد وجمال كمل. وادي اهالينا طبعا دول من فاقوس الشرقيه، حبايبنا هناك جايين يتابعوا ولادهم. الله حي والخامس جاي. الله هم 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 المصريين هم. حتى للطلاب، حتى لطلاب المدارس، هي الروح المصرية الجميلة في كل المنافسات في كل التشجيعات. هم 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 المصريين هم في أي بطولة في أي مرحلة سنية تجد برضو مساندة بنفس الهتافات اللي بتقال للمنتخب الكبير. 4-0 مدرسة سوادة على مدرسة محمد مغراوي المغربي. من ناحية اليمين تتلعب طويلة، صلاح الدين يحط دماغه فيها ويمسكها على طول. برافو برافو حارس مرمى الفريق المغربي شكاني، يمسك الكرة ويرجعها مرة تاني لوسط الملعب المصري. والشوط الأول ينتهي بتقدم مدرسة سوادة من محافظة الشرقية مركز فاقوس مصر. 4-0 على محمد المغراوي
المدرسة المغربية. لو عايزين بس اسم الولد جون حلو بتاع، مش عارف والله، ما فيش مش قايمة عارف. زي ده. هي انت مصر عارف انا دخلت على الفيسبوك على صفحة المدرسة، فاهم؟ مغربي أنيس ضيافي، وقام أنيس الحمد لله سليم. حاولوا يحافظوا على بعض طبعا، الشباب شباب الفرقتين المدرستين. التفوق مصري في الشوط الأول، والنتيجة 4 للفريق المصري. حسين عمل أداء طيب جدا جدا. حسين قلنا عليه يتفرج، أو قلنا له بقى يتفرج على كابتن وليد سليمان. حاول ندي لكل لاعب يعني نجم يتابعه وياخده كمرجع لي. طبعا صلاح، صلاح في المغرب الحقيقه يعني بدو الزكي بقى، والعربي بن مبارك وكريم وتيمومي وبودربالة ونور الدين نايبت وبصير، بصير صلاح وكاماتشو دجلي الحده، اسامي اسامي المنتخب، يوسف شيب ومصطفى حجي. لا لا لا، المنتخب المغربي، الكره المغربيه ولاد عموما. وادي واحده طويله والحارس المصري يطلع على طول. محتاجه دي بقى بالبوكس، تعلم تشوف الكابتن شوبير، كابتن عصام الحضري، قبلهم شويه الكابتن ثابت، كابتن اكرامي، وحش افريقيا. تشوف الكرات دي وتتفرج وتتابع وتحط لنفسك، لازم لازم يكون ليك نجم بتعلم منه، بتتابعه، بتحبه. شوف اهو حسين يحط واحده حلوه حلوه لنمره 8 من الفريق المصري اللي بيحاول يعدي، انما مقفول عليه من 2 لعيبه من الفريق الجزائري. احمد محسن نمره 8، احمد شكله كده لعيب نص ملعب، نمره 8 في الفريق المصري، لعيب نص ملعب. بترجع الكره تاني مره تانيه مصريه، انما الحارس المغربي يقفل الزاويه كده بركبته. محمد شكاني طويله الكوره من نمرة 24، تروح ل محمد عايز يعدي ويلعبها على طول، ترد لحسين، حسين يعدل على شماله، حط في البعيد حسين موه، انما رجعت مرة تانية مصري عند نمرة 6 محمد ابراهيم، يغطي كويس قوي محمد هشام. حسين هشام
طويلة من هشام النما تروح لصلاح الدين. في وسط الملعب عدى كويس قوي 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 نمرة 18، إنما راحت للحارس المغربي. المغرب عندها أجيال عظيمة، وعندها رجاء البيضاوي المغربي النادي الكبير جدا جدا في الكرة الأفريقية. فالقصد والغرض من الكلام ده ان دايما ادي حسين اهو، حسين اتقطعت، حسين راحت لصلاح، يرجع لحسين مره تاني، ونقلات فيها لمسه يد الكره اللي فاتت، وفاول للفريق المصري. حسين يلعبها كويس الحاجات دي، ولف واحده في الشوط الاول وخبطت في العرض. نشوف حد تاني بقى، نشوف حد تاني ممكن يلفها لنا ازاي. عايز اعرف اسمك يا ولد. حاولنا نجيب اسمه بين الشوطين، دفع قوي. ادي تسديده بره خالص، بره خالص. شطش كده دي عمرها ما تتشط بوش رجلك وهو مقفول كده. عايزه يا اما وش رجلك من بره شويه، خصوصا ان انت اشول يعني، يا اما تلفها بشمالك، يا اما تلفها بشمالك. للاسف بعض الاسماء مش معانا هنعرفهم، يعني نحاول نجيبهم اهو. شوف هنا على طول حارس كويس، انما اللي فاتت دي بالبوكس على طول، تطلع بالبوكس، تعلم من الشناوي، تعلم من كابتن حضري، تعلم من كابتن شوير، تعلم من كابتن ثابت، كابتن نادر السيد، اسماء كتير جدا في حراسة المرمى. دايما الحقيقة مركز حراسة المرمى في الكرة المصرية دايما مركز عامر، دايما موجود في حتى الحراس اللي ما بتمثلش منتخب مصر، قد تجد حراس في الدوري المصري، او بالفعل تجد حراس في الدوري المصري مميزه جدا جدا. محمد بسام، الهاني سليمان، كابتن عبد المنصف طبعا، اسماء عمرو حسام في كان مع فريق استر السنه اللي فاتت، كان قدم اداء طيب برضو. عمرو حسين يلعبها، تخبط ترد تاني لهشام، عايز شوط من بعيد، طلع صلاح الدين، تنزل للفريق الجزائري. واضح ان زي ما قلت لحضراتكم اقوى فرقتين من خلال المتابعه هي المدرسه، مدرسه صفاقس التونسيه ومدرسه سواده المصريه. هيبقى الماتش حلو بينهم دول، هيبقى الماتش حلو بينهم. طبعا بالنسبة للحارس المغربي شكاني، فهو عنده بقى بدو الزكي، اسطورة في الحراسة المغربية الحقيقة. المغرب دايما فريق كورة ممتع، تحديدا المنتخب المغربي يعني. سفيان مرابط في الوسط، يا الياس، الياس هيلعب ركنية. يطلع على طول الدفاع المصري، تطلع على جنب الملعب دي يا محمد يا هشام. تمرير في الوسط كويس قوي من الفريق المصري، ما ربطوش مع بعض، انما حسين يرجع ويلحق. هترد على وسط الملعب تاني، نقلات عند كابتن التيم نمرة 24 اللي بيحط واحدة طويلة لقدام، وتروح ل شكاني. مصرية من جديد، الولاد بينقلوا كرة كويس، بيلاقوا بعض كويس، و المسؤول الفني على الفريق كابتن محمد ابو السيد، الحارس السيد الاوروبي، اسمه كده السيد الاوروبي. رئيس تحرير النهارده محمد حسني جاب لنا الاسامي اهو، السيد الاوروبي وعمرو شلبي، كابتن الفريق عمرو شلبي نمره 24. ادي واحده مصريه بره خالص، بره خالص. حسين اتفرج يا حسين على كابتن وليد سليمان، واتفرج على
مصطفى فتحي، شيكابالا، الحاجات دي شيكابالا اقرب حد الحقيقه. هنا في عدله، في سندق على القدم اليسرى، وبعد كده تحطها في الزاويه البعيده، انما على مره واحده دي يعني محتاجه لويس فيجو. دي اتفرج برضو على جول لويس فيجو في مانشستر يونايتد، هو اللي خدها على مره واحده، كان لويس فيجو. اهو ترجع تاني مصريه، شوطه من بعيد تخبط في صلاح وترجع تاني، اوبا دربكه، حط جوه، خبر ابيض، بره فوق 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 الكره اللي فاتت، فوق الكره اللي فاتت، اتحطت حلوه قوي وردت لمحمد جمال، وجمال يقابلها، بط رجلك لتحت يا جمال، عايز يفتح يحطها فوق، انما فتحت منه خالص. في كره عمار زمان، لكن لا يعني دي اسهل شويه، او كره عماره كانت اسهل، كره كابتن محمد عماره طبعا ملهاش زي الكره دي في التصفيات كاس عالم 2002. فاكرين من اكتر التصفيات اللي راحت على المنتخب المصري بسبب فرص ضايعه في كره طارق السعيد، طبعا كان في المباراه ما بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي لما ضيعها الكابتن طارق السعيد، تصفيات 2002. انفراد، انفراد، طولت 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 طولت، حتى لو حطيتها برضه طولت طولت. الكرة اللي فاتت يا عيدي عبد الفتاح، اتحطت حلو قوي من جمال، وجمال هنا عيد ما تسيبهاش، هنا عيد ما تسيبهاش، هنا تحط رجلك اليمين توقف، ويا سلام بقى لو تاخد الحارس لجوه وترقص، يبقى كلام تاني خالص. واقع على الارض حارس مرمى المنتخب. والله الاولاد بياخدونا لسكه تانية، والله الاولاد بياخدونا لسكه تانية. الكره الافريقيه وكره شمال افريقيا وحلاوه كره شمال افريقيا. شكاني اللي واقع، قلت لك يا شكاني عندك كابتن بادو الزكي، اتفرج عليه، اساطير المغربيه والافريقيه في كره القدم. وادي الترقصات، يا سلام يا سيدي يا سيدي على الكعوب. وادي كرة مزيان اللي اتعملت طويلة، واه سيد الأوروبي بالبوكس يا سيد، بالبوكس يا سيد، حلو التراي، انما بالبوكس مفيش هنا بإيدك كده يعني تنزل قدام المهاجم تروح تشكل خطورة كبيرة على طول على مرماك. الحاجات دي على طول بالبوكس بدون فلسفة ولا تمسك حتى. عصام الحضري ونادر السيد وعبد الواحد السيد وعبد المنصف شوبير ثابت إكرامي حسين السيد، نجوم في حراسة المرمى المصرية دائما الحقيقة يعني. وآخر العنقود محمد الشناوي، ده اخر العنقود، تخيل بقى العنقود كان عامل ازاي. محمد الشناوي طبعا نجم النادي الاهلي الكبير. حسين، لف يا حسين، ضعيف يا حسين. رجع التاني لعمرو شلبي، تطول من عمرو وتطلع رمي التماس، ياخدها عمرو وهيلعبها بسرعه، يلا عمرو يقف عليها، رجله جامده عمرو على فكره، شوف يعني باستلام وحط الكره تحت رجله ورفع. حسين عامل مشاكل، ده مش حسين، ده جمال، محمد جمال، ترقيصه حلوه، وهو اللي كانت جات له على بطن رجله على فكره، اذا ان حسين خرج. ادي جمال اهو، شده واضحه، اقوى فرقتين حتى الان، مدرسه سواده من مصر ومدرسه صفاقس. فاول لمصر، تخبط الفريق المصري، فريق محافظة الشرقية، فريق مركز فاقوس. عمرو عايزك تشوت واحدة يا عمرو، عايزك تجرب واحدة يا عمرو يا شلبي، عايز يعدي، انما خش في القلب يا عمرو، ورايح ناحية الشمال. ادي واحدة لهشام، هشام يعدي كويس قوي ويشوط واحدة تخبط وتطلع ركنية. اللي هيلعب الركنية يبص على عمرو بقى ويلعبها له. محمد السيد اللي شاط الكرة اللي فاتت حلوة، محمد عنده شمال كويسة قوي 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 الحقيقة. مش شرط، مش شرط يعني، إذا الأولاد دول ربنا كتب لهم إن هم يكملوا في الكورة، مش شرط إن عمرو بدماغه، اظبط يا عمرو،
اظبط يا عمرو، جايالك اوعى تغمض، اوعى تغمض وانت بتلعب الكرات دي يا عمرو. اتلعبت لك عاليه حلوه قوي من جمال، ده اوفر. ايه ده بالمسطره؟ ده بالمسطره يا عمرو، يا عمرو خدها على طول يا عمرو. هنا تتفرج بقى على المدافعين، المدافعين المصريين، عندك حجازي، وعندك حجازي دي يعني تكملة عبد المنعم وحجازي، والونش طبعا، الونش هو لابس 24 او يمكن زملكاوي، يمكن الطالب عمرو شلبي. ترقيصه حلوه في وسط الملعب، محمد السيد العبها لجمال، عجبني قوي جمال، عجبني. شمالك يا جمال، ايمن حفني شويه الولد، وادي عمرو اهو من بعيد. لا شوت يا عمرو، يا تشوت ما تلعبش الحته بطن رجلك دي. اعتقد برضو الكوتش كابتن محمد ابو السيد بيقول له الحكايه، بيقول له هنا تسند سنده كمان، وبوش رجلك، بوش رجلك على طول تروح دي زي رونالد كومان كده، نجم الهولندي الكبير، عنده جول لما كان بيلعب في برشلونه من كتير قوي. ادي جمال، اوه اهي بالشمال، انما بره. يا محمد يا سيد، عجبني محمد الحقيقه. مدرسه سواد ولاده، مدرسه سواد هم اللي فازوا بدوري المدارس، محافظه الشرقيه ومحافظه البحيره في البنات. ما شفناش حاجة من الفريق المغربي، أدي واحدة أهي من ناحية اليمين، يلا يا أولاد، وكرة عرضية، أوه سيد، جول جول جول، حلوة 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 حلوة، عرضية من ناحية اليمين يقابلها إلياس على طول بدماغه، وتصبح النتيجة 4-1، 4-1. الكرة العرضية اللي فاتت يا سيد، يعني أوب، دي في منطقتك يا سيد، في منطقتك يا سيد. معلش اللي جاي بعد كده، الحقيقه ما فيش رقابه برضو، الراجل ده جاي لوحده خالص خالص خالص، ويحطها حلوه جدا جدا في الشباك. برافو الفريق المغربي، برافو الفريق المغربي، محمد المغراوي، مدرسه محمد المغراوي، تجيب جول حلو الحقيقه. والسيد الاوروبي حارس المرمى، طبعا ده اسمه يعني الاسم الشهره، لان احنا سالنا في الملعب اسمه ايه الحارس، ف جابوا لنا الاسم من التيم يعني، ف اوروبي. طيب الاوروبي ما بتعديوش الكرات ده يا سيد، في المباريات اللي جايه يا سيد الحاجات دي ما تعديش. الكره العرضيه تظبطها، طويلة باتجاه وسط الملعب المصري على طول، عمرو شلبي يحط رجله فيها، وقفها عمرو، انما يطلعها بشكل كويس قوي وتروح لمحمد السيد. كويسة كويسة الكورة، كمل يا سيد كمل، يلعب عرضية الناحية التانية، جامدة 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 جامدة، حطها على الأرض الأول، واحد أول واحد كان قدامك حطها. فريق مدرسة سوادة، مركز فاقوس محافظة الشرقية، ونجوم في الكرة المصرية كانوا من محافظة الشرقية، صلاح محسن وعماد متعب وبلال، صلاح عاشور طبعا، كابتن ميمي الشربيني، كابتن أسامة حسن، الونش، أسامة حسني عفوا، كابتن أسامة حسني والونش، وكابتن أيمن عبد العزيز دونجا، وأحمد توفيق، أسماء كتير. محافظة الشرقية ولادة الحقيقة في الكرة، والنهاردة مدرسة سوادة الإعدادية الحقيقة عاملة أداء طيب جدا، شكلهم حلو رغم ان قبلت شباكهم هدف، انما ادي واحده تاني تسديده جنب جنب القايم وبر، جنب القايم بر. عمرو شلبي المدافع لما ساب خط الدار والطرف شويه ناحيه الشمال، الكره العرضيه راحت محدش قابلها ودخلت، وكان في خطا من الحارس السيد مع خطا في التغطيه، خطا مشترك، وبالتالي الكره دخلت الى شباك مدرسة سوادة. 4-1، نتيجة طيبة ونتيجة مؤمنة زي ما قلت لحضراتكم. حتى الآن من خلال المنافسات والمواجهات، المدرسة التونسية، مدرسة صفاقس، والمدرسة المصرية هم الأقوى، هم الأقوى. لسه في مباراة كمان بعد المباراة دي، طبعا هم خمس فرق، ففي فرقة هترجع تلعب مباراة تانية.
كرة جزائرية حلوة، الكرة كرة مغربية لمدرسة محمد المغراوي من ناحية اليمين، ومحاولة المرور انها ما تتخطف وترجع تاني في وسط الملعب لنمرة ستة من الفريق المصري. محمد ابراهيم عامل ماتش كويس، محمد يلعبها طويلة لقدام عند محمد عادل وتطلع الكرة الى خارج الملعب، و كان عايز ياخدها لنفسه محمد جمال، انما كابتن محمد ابو السيد مش عارف الحقيقه، اكيد كابتن. ركنيه للفريق المصري مدرسه سواده تو، انما حط رجله فيها محمد جمال، انما برافو الحارس المغربي محمد شكال، برافو اشكال. حضور بينادي يلا يا عيد اللي قدامكم دول اللي تحت علم اللي فوق علم مصر، دول حاطين علم مصر على المدرج وبيشجعوا ابنائهم. وادي عاطف اهو اتاخر وبيقول له هو عيد كابتن محمد ابو السيد. تراجعت فاول ل مدرسه محمد المغراوي. خلاص دقيقة يعني 38 زي ما قلت لحضراتكم، الشوط 20 دقيقة والشوط الثاني على مشارف النهاية. عمرو في مكانه يطلع الكورة كويس قوي، عمرو شلبي برافو يا عمرو. وادي واحدة هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بقى يا جمال؟ يحطها الناحية الثانية، انما حطها ورا الراجل. وادي واحدة جول، جول الخامس 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 الخامس، وبيشاور على علم مصر محمد جمال يحط الجول الخامس وراح لمدرب. فرحة حلوة برضو، فرحة الفوز حلوة، الانتصار الثاني كمان، الانتصار الثاني بعد الانتصار على مدرسة الخليل تريبولي في ليبيا. النهاردة مدرسة سوادة الإعدادية بتكرر الانتصار على مدرسة محمد المغراوي من المغرب، الفريق المصري وتاني فوز. هيبقى للسالو مدرسة بلاويش بومردي، و هيلعب كمان مع هدي عيادي صفاقس، وتنتهي المباراة بفوز مدرسة سوات فأوس الشرقي تنتصر على محمد المغراوي من المغرب 5-1. برافو يا أولاد، وفي انتظار اللقاء القادم.